تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، قراءة في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب، بتفاضل ما في القلوب من الإيمان. وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلربما يصلي الرجلان بجوار بعضهما وبينهما من التفاضل والحسنات والقبول ما بين السماء والأرض، ولربما يعتكف الرجلان في المسجد الواحد وأحدهما أكثر برا وعبادة من صاحبه، وبينهما من التفاضل ما بين السماء والأرض. إنما المدار على الإخلاص، المدار هنا على الإخلاص. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لذلك الإنسان مهم جدا على أنه يعالج قلبه في كل ما يأتي من الأعمال. نعم. فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. سبحان الله، محمد بن سيرين رجل جحده في درهمين، فقال الرجل، محمد بن سيرين يقول له: ألك الدرهمان؟ الرجل يقول: أي ولي، نعم. فقال له: أتحلف يا ابن سيرين أنه ليس لك؟ قال: والله نعم، أقسم على ذلك. فقال الطلاب، تعرف متحمسين شوية، قالوا: أتقسم على درهمين؟ قال: إي والله لا أجعله يأكل حراما. شوف النية فين، فهمتم ولا لا؟ قال: لا أجعله يأكل، أيوة، قال: أقسم عليه، والله ما أجعله يأكل حراما. والنووي رحمه الله يحكي أن حذاءه قد سرق، طالع في يوم من صلاة المغرب، وقف عليه شاب، سبحان الله، مفجوع: وين الإمام، وين الإمام؟ قلت له: خير، في شيء؟ قال: سرقوا الشبشب حقي. طيب، قال: أول مرة تحصل لي في جدة هذا. يبدو أنه يعني غريب، يعني عنده دراسة أو عمل أو كذا. قلت له: طيب، نذهب عندنا المسجد له بابان، باب جنوبي وباب غربي. قال: دورت وبحثت ما وجدت. قلت له: يا أخي، طيب، يعني جزاك الله، خذ حذائي هذا وامشي. قال: لا والله، أنا حذائي شرقي. قلت له: الشرقي أنا ما أتاري، الشرقي هذا اللي هو الحذاء اللي بيكون عريض كذا، سبحان الله. وقال له: جديد، دي تاني لبس البسه. يعني يا أخي، ما لقيت غير تفجع المسلم اللي جاي يصلي يا أخي. وعند أهل السنة: لا يجوز، لا يحل لمسلم أن يروع أخاه المسلم. ما لقيت غير تسرق من هذول المساكين، سبحان الله. فتجد الأمر عجيب، سبحان الله. قال: ولذلك إنه جاء واحد سرق حذاءه فجر وراه، قالوا: ما لك يا أبا زكريا؟ قال: أريد أن أقول له هو حلال لك. أبا أقول له: هو حلال، خلاص، أنت ما هو حلال، عشان ما أجعله أنه هو إيش يذهب بإثم ماذا؟ بإثم السرقة. وجاء عن ابن مسعود أنه سرق حذاءه في الكوفة، فقال: اللهم إن كان محتاجا فبارك له فيه، وإن لم يكن محتاجا فاجعله آخر من يسرق. قلت الحديث ديهم في درس، قال: يا شيخ، ده في زمان ما كانش فيه حرامية. أما الآن قال: والله نحن ندعي عليه وعلى هذا. قال: في وقت الناس ما في لصوص ولا في حرامية، أما دحين قال كل يوم الحذاء مسروق. فسبحان الله العظيم، انظر يعني فعلا مدار النوايا وأعمال القلوب هذه يا أخوان، أعمالها يعني عظيمة الإنسان يعني. ولذلك من أمتع الكتب في أعمال القلوب كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر تكفيرا كاملا، والناقص بحسبه. أيوة. وبهاتين القاعدتين، نعم، تزول إشكالات كثيرة. إشكالات كثيرة، نعم. وهما: تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل. وهذا الذي جعل الفرق بين المؤمن والمنافق. المنافق ينفق ويعمل كذا، لكن القلب فاسد. فلذلك: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. ومن أعظم الأحاديث في تفاضل أعمال القلوب حقيقة، ويعني يصيب المسلم بالخدوش والقروح في قلبه ونفسه، حديث أبي هريرة عند مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة.
مجاهد ومتصدق ومعلم للقرآن، أعمال عظيمة جدا. هذا جاد بوقته، وهذا جاد بروحه، وهذا جاد بماله، ولكن ما الذي فاضل الأعمال وما الذي أحبطها؟ القلب وحب السمعة والرياء. الله يعافينا وإياكم. نعم. وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. وبهذا لذلك انظر للمرأة، امرأة في الصحيح بغي من بغايا بني إسرائيل، تسقي كلبا يغفر الله لها يدخل الجنة، باغية يا جماعة الخير. هل توقعنا هذا؟ هل عشنا في هالموضوع؟ لكن ما الذي حدث؟ القلب هنا سبحان الله. وأيضا المرأة التي زنت وأقيم الحد عليها وأخذ قال يا خالد ما يعني اسكت، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. لا إله إلا الله. إذن ما الذي حدث؟ إن هو ماذا؟ القلب. وهذا الذي ما ترك شاذة ولا باذة، قتل قرابة 11 نفسا في جهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يقول هو في النار، حتى الصحابي ما صدق، قال قلت أنا صاحبه، قال فلما جرح جعل ذباب سيفه بين ثدييه وانحنى عليه فقتل نفسه، قال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ فقص عليه القصة، فقال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس بالعكس. لذلك الإنسان يا إخوان القلب أمره مهم جدا. سفيان الثوري جاءه يوما قالوا له نتبع جنازة زي أي واحد فينا، يلا نروح مش عارف نزور مريض ولا كذا ولا كذا، قال انتظر حتى أنوي، استحضر قلبي إن أنا رايح مجاملة ولا رايح وأنا أحتسبه، قال انتظر حتى أنوي. نعم. وبهذا يزول الإشكال الذي يريده من نقص حظه من هذا الباب. لا حول ولا قوة. على الحديث الذي فيه إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين ويوم عاشوراء يكفر سنة. قالوا فإذا كان دأبه دائما أنه يصوم يوم عرفة، يصوم يوم عرفة فصامه وصام يوم عاشوراء، فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة؟ وأجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات. يا ريال ويا الله العجب ويا لله العجب، هذا من أسلوب التعجب. قال ما فضل من التكفير ينال به الدرجات، فيقول ويا لله العجب، يعني تعجب هنا. نعم أيوه. ويا لله العجب فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها على بعض، بعضها إلى بعض. لا إله إلا الله. ولذلك هناك أكمل. نكمل. ولذلك هناك أعمال من يعملها يكتب له أجر قيام ليلة، تصلي الفجر والعشاء في جماعة في يوم واحد كقيام ليلة، صح ولا لا؟ آخر آيتين في سورة البقرة، من قرأهم في ليلة كفتاه، قال ابن حجر كفتاه قيام الليل، أو قال كفتاه كل شر وسوء، هذا من أجر قيام إيش؟ من أجر قيام ليلة. أعمال أن تقرأ في اليوم 100 آية، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. القنوت هو إيش؟ أما أنه هو طول القيام. أعمال قليلة 100 آية اجعلها في وردك في ختمتك الأسبوعية كل يوم، خلي 100 آية إيش؟ من بعد المغرب، لكي تدخل في هذا الأجر العظيم. هذه أعمال تقوم بها يكتب لك في أجر ماذا؟ أجر قيام ليل. فيا لله العجب سبحان الله من هذه الأعمال القليلة الجميلة. وهناك أعمال تفعلها تغفر ذنوبك وإن كانت مثل الزبد البحري دون الكبائر، منها من آوى إلى فراشه فقال
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أكبر والحول ولا قوة إلا بالله، غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، وأتوب إليه وإن فر من الزحف، أعله بعض العلم وحسنه البعض الآخرون. 4 ركعات قبل صلاة الظهر تعدل قيام ليلة، 4 ركعات سنة الراتبة القبلية تعدل قيام ليلة، يعني أجور عظيمة. من غير حول مني ولا قوة، غفر لما تقدم الذنب وتأخر، أعمال عظيمة، يعني الناس يذهلون عنها. من يقول في استفتاحه الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيلا عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، يقول ابن عمر ما تركتها مذ سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، واللي قالها واحد أعرابي جاي يصلي مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أعمال عظيمة. لذلك المسلم ينبغي أن يجعل له في كناشة وأن يجعلها له في كراسة ويجعلها بجواره في عمله أو في سيارته، كلما نسي يراجع لكي يتذكر. أعمال جليلة وبسيطة جدا وأجورها عظيمة يا أخي، سبحان الله. اليوم كنت رايح المشوار وماني عارف المكان، كعادة أنا في الطرق شوية يعني معلوماتي زي معلوماتي في شيكاغو، ماشي جاي، فوقفت على شاب كده فوصف لي، تذكرت من هدى زقاكا كمن أعتق رقلا، سبحان الله. تشغل على الاستقبال، ما تزعلش الله يرضى عليه، يعني إخواننا اللي بيشتغلوا على التليفون والاستقبال أو كذا لا تزعل، أنت تدعو الله أن ربنا يرزقك في اليوم هذا 1000 مكالمة، كل مكالمة أخلصت النية في دلالة صاحبها كعتق رقبة. والحديث عند الترمذي حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم من أهدى من أعطى منيحة لبن أو ورق، هذه لا عندي ولا عندك، المنيحة أنك تعطي شاتا والدة تقول له ارتفق بها طول فترة إيش الربيع هذه، أو في بلاد طول فترة الخريف، وبعدين رد لنا إياها، دي منيحة إيش اللبن. أو الورق أنك تقرض إنسان، ممكن دي لا عندي ولا عندك، أو مع الكثير من الناس ممكن أنه لا يفعلها، صح ولا لا؟ لكن عندك الثانية هذه، أو هدى زقاقا يعني دل ضالا، يا أخي فين بيت فلان أبشر، بعض الناس يقول له ترى يمين في سار تلقى، والثاني يقول له تعال اتبعني، صح ولا تعال انا اوريك. فهذا وهذا كلاهما دخل في عتق الرقبه، لكن الثاني يزيد له ايش يتفاضل باجر زائد، الخطوات دي كلها عند الله ايش انها محسوبه. فالانسان ما يستقل يا اخوان الاعمال الصغيره، كما لا ينبغي لك ان تستقل السيئات الصغيره ايضا، ان السيئات إيش اللي يحصل لها؟ يجتمعنا على الرجل حتى يهلكنه، نعافينا وإياكم. والفتن لا تأتي دفعة واحدة، من حديث حذيفة تعرض على القلب عودا عودا كعرض الحصير، كل يوم فتنة كل يوم فتنة كل يوم فتنة، كل يوم فتنة. إلا فصت عشت بخير، وإن أخذت كالكوزي مدخيا مربادا مقلوبا لا ينكر منكرا ولا يعرف ما عرف إلا ما أشرب منها، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.